من الواد السلام عليكم خوتي قوتي، مرحبا بكم في نهار جديد وموضوع جديد. الى عجبك الموضوع دير لايك، ما تنساش ما مشتركش ما تنساش تشترك، حاولوا تشاركوا معنا الفيديو مع الاصدقاء ان شاء الله. ما عجبكش الفيديو دير ديسلايك وقول لاصحابك حتى هما يديروا ديسلايك. موضوعنا اليوم كيكون على الرقيه. شوفوا ساهر في العورات ساهر، جان الفواحش جان الفواحش، للشهوات والفواحش للشهوات والفواحش، جان يهودي جان يهودي جان يهودي، بملوك الجان يهودي من ملوك الجان يهودي من ملوك الجان يهودي، عاشق يهودي عاشق يهودي، بسحر اليهود يهودي، بسحر القوة يهودي، بسحر النجوم يهودي، بسحر الملوك يهودي، بسحر الدماء يهودي، بسحر الصور يهودي، جان يهودي ملك يهودي، بسحر الماء يهودي، بسحر الواد يهودي، بسحر الماء يهودي، بسحر الواد يهودي، ثعبان أقرع كبير ثعبان قوي كبير، ثعبان أقرع كبير في القدم والساق في القدم والساق في القدم في القدم في القدم يحرق، ثعبان ثعبان عاشق في القدم يحرق، ثعبان 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 عاشق في القدم يحرق، ثعبان 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 في القدم يحرق، عاشق في القدم يحرق، في العورات 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 يحرق، في الجمال في الجمال في الجمال يحرق، عاشق عاشق يهودي يحرق، عاشق 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 يهودي يحرق، بملوك الجان بملوك الجان، في الأودية في الأودية في الأودية في الأودية في الأودية ماء يحرق، جان 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 جان، غاص غاص غاص، ملك غواص ملك غواص ملك غواص ملك غواص ملك غواص ملك غواص ملك غواص، غواص 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 غواص، في الوادي غواص في الأودية غواص 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 غواص، جنود 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 يغوصون، جنود 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 يغوصون، جنود 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 يغوصون، حياة 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 حياة، بالثعبان حياة حياة حياة، بالثعبان حياة 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 حياة، أفاعي وحياة أفاعي وحياة أفاعي وحياة، بالثعبان حياة 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 حياة، أفاعي وحياة، ثعبان الكبير للثعبان الملك الكبير، حياة 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 حياة، أفاعي وحياة أفاعي وحياة، من الود 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 من الود، حياة أفاعي وحياة، في البحر في البحر في البحر، حياة حياة أفاعي وحياة، من القبور من القبور من القبور من القبور من القبور من القبور، حياة أفاعي وحياة، جعلوا في البيت بسحر التراب، حياة من القبور حياة من المقابر والقبور، بسحر الماء والواد، حياة أفاعي وحياة، حياة يزحف حياة يغص حياة يضر، حياة 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 حياة، للشياطين حياة للسحاب حياة، لملوك الجان حياة. نعم نعم نار الحرب تشد بيننا وبينكم، ولمن الغلبة إذا سنبدأ الحياة، اليدين ترفع كأنها تلك الحية تقف على ذيلها، الحية القوية اللاذقة حينما تهاجم وتلذخ، هذه طريقتها. اسمعوا أجل أجل، وحياة هناك حية عجوز تجعل الشاب الصغير في مقتبل 18 سنة كأنها عجوز، أجل أجل حي عجوز. سلمة الساحرة، ها؟ سلمة الساحرة، نبدأ إن شاء الله. جوزك حميمة،
أنت زوج حميمو، حميمو الذي قتل والده أمه وأبا والده، هذا هذه زوجته. كيف جاتكم المسرحيه يا اخوتي؟ انتم باش شفتوا وكاين شي نقاط راني عملت عليهم علامه، مثلا فاش بدات يهضر على الجن فهمتي اليهودي ولا جن العاشق ولا الملوك، وبالخصوص الحركه بالقدم شفتوا كيبقى تدير رجليها مره مره كتعاود حويجاتها، وما ملي قال الغواص غاص حتى هي انتم شفتوا، ومنين بدات تهضر على الحيات الاخرى كانت جالسه حتى هي ناط. شتو شاد الخزعبيلات اخوتي، لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. خليونا نشوفوا الكابتن الخاسر دابا. يلا لا هذا في هذا في مالك ديال العفاريت، عطيني سميتك. عطيني سميتك، عطيني سميتك، شحال في عمرك ومنين قبيله؟ يلا سلمي دغيا. عاد تلعب معايا؟ كنلعب معاك. لا عارف راسك. وانت انا بغيت نلعب معاك، انا عارف راسي. ما تكنيش. اه عطيني سميتك. يلا سلمي دغيا. جابوا لك شعر منك. ماشي مشكلة. ما عنديش مشكلة، ما عرفتي البركة عند من. يلا وعطيني سميتك. كيعجبوني بحالك. عندك في الأخر غادي ردك قريب. غاتولي قريب. ما تقدرش عليا. ماشي مشكلة، ماشي مشكلة. أشنو قلتي؟ غتعطيني سميتك، قلت لك إلا جوج كلمات غنخير لك. شماروش عرفتي؟ ما سميتكش شماروش. شماروش. ما سميتكش شماروش، عطيني سميتك الحقيقية. بالله تيخدم، تيخدم شي حاجة، شي حاجة لله وهذي، ولكن مش لله. شحال واحد داز عنده تقريبا؟ المهم داز عنده وحدين ما قداوش ليه. ها واش ليه صافي؟ وحدين ما قداوش. مشى قوة ياك. مشى مشى. شحال مرة؟ مشى بزاف ولا قليل؟ مشى بزاف، مشينا عند واحد في المدينة. اه هذا وقع بزاف، قاعد ضحك عليهم. دير جالي فوق رجال نتا كاع ونجيب لك شي نص نص. وكرهت سام هاكاك. شبيتي عصير ولا نص نص ولا شنو؟ لا زيري قهوه كحله مع زيزي، نصرف قهوه كحله. قهوه كحله؟ اه. بغيتيها معصوره ولا خفيفه؟ واش خفيفه؟ خفيفه؟ اه. معاها شي حاجه اخرى ولا بوحدها؟ بسم الله الرحمن الرحيم، قل والله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم، قل والله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم، قل والله احد. رمزو رمزو اعتذر رمزو، حبسوا الحلقه. قرض ولا ماشي قرض؟ ها قرض صافي. يلا ورجع النور، رجع النور تحاور انا وياك. اش بغيتي عند السيدة؟ غتعطيني سميتك ولا لا؟ ماشي شماروش. لا ماشي شماروش، انت سميتك الميمون. اي علاش كتسطع عليا ودير لي رجل فوق رجل؟ اي بغيتي قهوة معصرة ولا نص نص؟ وقعت معنا والو صافي صافي ما بغيتي حتى شي حاجة. وتقول كتقول لي انا واعر وانا كذا وانا ما قدو عليا حتى الناس الواعرين. صافي صافي. ها بغا يضحك عليا زعما بغا يثبتني. صافي. وانا عزيز عليا التحدي. آه. عزيز عليا التحدي. غتعطيني الكبيره ديالك وسميت امك وطاسيلتك كامله غادي تجبدها عليا. سربي دغيا. حيدي يدك، حيدي يدك، سربي دغيا. سربي دغيا، اش بغيتي عند السيد بالذات؟ يلا قول انا قريب. انا قريب. هذا حيدي يدك، حيدي يدك. قول لي طالب منك تسليم. انا مسلم. طالب منك تسليم. طالب منك تسليم. انا قريب. انا قريب. هاكواك انا ما كنسوى حتى نصلع سوى والو. صافي دابا تحدوا لك. صافي تحدوا. بارك الله فيكم وعليكم. حرقوا لي الشيطان هذا. بسم الله الله واحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله والله واحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. حرقوا لي حرقوا لي حرقوا لي حرقوا لي حرقوا لي. بارك الله فيكم وعليكم. بارك الله فيكم وعليكم. السلام عليكم. نوض اخويا ما تحيش الزيف وخليه، ما تحيش الزيف. كي جاكم الكابتن الخاسر اخوتي، باش الانسان تشدو من صباه هنايا فهمتي وتكا عليه هنايا
أبقى الدري مسكين ما وجالس يتحاور معاه بشكل عادي يعني يشرب شقيوة يشرب شي لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هادشي أخوتي غير خزعبيلات واللي بغى يرقي يرقي نفسه بنفسه والمسلم ما عمرو كيتقاسم هادشي هادشي غير خزعبيلات الجن حق يعني هادشي كاين ولكن ما غيوصلك حد تكون هاني إلا كنتي مسلم متوضي ومصلي هاد الخزعبيلات ما تكونش في الراس وهادشي تيكون عند الإنسان غير في راسو يعني هادشي كاين غير في راسو تهيؤات كتهيئ الإنسان شنو هاد وراه كاين عديد عدد كبير من هاد الفيديوهات ديال هاد الخزعبيلات ناس نصابة محتالة باسم الدين خليكم مع هاد الشهادات. كان نصب عليا ب 3500 درهم وفي البداية نعاودكم بداية كيفاش وصلت للمركز ديالو وكيفاش نعاودكم كل شيء من البداية. أنا كنت شفت الفيديو ديالو في اليوتيوب وجبت النمرة ديالو في اليوتيوب كنت عيان كنت شوية عيان بالعالم الحساد الحمد لله وكنت جبت النمرة ديالو في اليوتيوب وعيطت له وهو جاوبتني توريا توريا الكاتبة ديالو اللي تما وقالت لي باللي كنديروا الرقية 3500 درهم وثلاثة الحصات. قلت لها ماشي مشكل انا ما كنتش ندير الرقية نتحسن شوية ندير الرقية. قالت لي واخا اجي لعندنا عطنا دوزو منو في البارد او لا اجي لعندنا عطينا الفلوس. انا ما تعالجت ما والو خسرت فلوسي ما تعالجش خسرت فلوسي 130 الف ريال انا والاخت ديالي انا 3500 درهم والاخت ديالي 3000 درهم. ما القول في الذهاب عند احد الرقاة ويطلب 7500 درهم كمقابل مادي ويطلبها مسبقا ثم يعطيك موعد؟ هؤلاء ينبغي للمسلم الفطن الكيس العاقل ان يبتعد عنهم بكلمة واحدة لأن الرقية الشرعية يمكن أن تقوم بها لنفسك. دير يديك تنفث تقرأ الإخلاص معوذتين تنفث ثم تمسح على جسدك ثلاث مرات وتسأل الله تعالى سبحانه عز وجل أن ينجيك إن شاء الله من كيد السحرة والأشرار. أقول لك إذا أردت أن ينجيك الله تعالى من كيد السحرة والأشرار وعين الحاسد فالإنسان ينبغي أن يلتزم بالأمور الآتية: أولا المحافظة على الصلوات الخمس وخاصة صلاة الصبح، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من صلى صلاة الصبح في جماعة فهو في ذمة الله. ثانيا أن يحصن نفسه ببعض الأوراد والأذكار كأذكار الصباح وأذكار المساء. ثالثا أن يكون دائما عندما يخرج متوضئا لأن الوضوء سلاح المؤمن. رابعا أن يشغل نفسه بطاعة الله سبحانه عز وجل، فمتى كنت تتحرك دائما في إطار الطاعة فلا شيء عليك، تكون في حفظ الله وفي حرز الله. رابعا أن لا تفتح عليك هذا الباب ديال راني مسحور راني كذا، لأن من خاف شيئا سلط عليه. ينبغي أن لا تملأ أبدا أبدا رأسك بهذا. وخامسا إذا أحسست أو شعرت أن شيئا من هذا قد أصابك فعليك أن تعالج نفسك بتحسين علاقتك مع الله وتقوية إيمانك بالطاعات، فإن الله تعالى يقول إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون إنما سلطان على الذين يتولونه والذين هم المشركون. خامسا ولا سادسا أنتم تعرفوا هذا الميدان كي داير، الميدان ديال السحر هو ميدان ديال الكذوب، هذا الميدان تاع الرقية ميدان دخله كل من هب ودب، يأكلون أرزاق الناس، يكذبون، يقولون أمور لا دليل لهم عليها، ويدخلون إلى عالم لا يحسنون التعامل معه، وبذلك يستغفلون العوام ويأكلون أموال الناس بالباطل. فليحذر الإنسان من هذا بل وليحذر الناس منهم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام تقريبا كل شيء. هذا السيد هذا تمشي عنده يطلب لك 7500 درهم اي حق؟ ومن اللي تعطيها له في الاول ويقول لك من بعد عاد روحها نعطيك الموعد. هذا ياكلون اموال، هذا خصهم يفضحون يفضحون، ولكن احنا اللي اعطينا لهم لا 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 حلينا لهم الباب احنا. ما شاء الله لا حول ولا قوه الا بالله. كيف سمعتوا اخوتي؟ هانتوما سمعتوا الشهاده ديال الناس
يعني هذا الشيء راه غير النصب والاحتيال دائما تنقولها، ومازال نديرو شي موضوع ان شاء الله على الجن، واللي عنده شي موضوع بغى يكريتيكي فيه يخلي لي تعليق عليه. نطلب من الله تكونوا كتشاهدوا الفيديو من الاول للاخير باش تستافدوا ونستافدوا كلنا، واي يوتيوبر تيقدم محتوى يعني مفيد ولا معرفه حاولوا تشاهدوه من الاول حتى التالي باش كتعم المعرفه. بارطاجيو الفيديو، ما تنساوناش بلايك، اللي ما مشتركش يشترك. قناه باخويا فلوغ يعني معروفه كدير مواضيع كثيره، ونطلب الله ما نكونش ثقيل على قلبكم، طولت عليكم الفيديو وحتى الفلوغ للموضوع الجاي. السلام عليكم، تشوس.